قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا. عرفتم هذا كيف بدأ؟ غريب كيف بدأ؟ غريب من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انضم إليه أبو بكر ثم حتى جاء المهاجرون والأنصار حتى قاد الرسول صلى الله عليه وسلم الألوف في غزوة بدر، في غزوة في الفتح، فتح مكة، خرج منها هو أبو بكر فقط اثنان إذ هما في الغار. بعد 6 سنين أو 7 عاد إليها بجيش يتكون من 10,000 مدججين بالسلاح، وفتح الله مكة له وأزال الأصنام التي على الكعبة والتي على الصفا والمروة، وهدم اللات والعزى ومنات، وأرسل إلى الأصنام فكسرت وحطمت لما فتح الله مكة